عذرا أمي، جاءت الأقدار أن تأتيك الفاجعة آخر النهار. كنت أريد أن أراك في الديار، ولكن هيهات هيهات، فقد ناداني قدري ولم أستطع الفرار. لقد تذكرتك يا أمي في الاحتضار، وتمنيت رؤيتك في آخر المشوار. قد علمت أنك تبكين سرا وجهارا، فلا تهدري دمع العيون، فلست ميتا، ولكن عند ربي حي أرزق إلى يوم يبعثون. ولتخبري كل من يجيء إليك كزائر أني كنت ابنا محبا وشهيدا مخلصا للجزائر. ابنك شهيد، بل آخر وصيتي إليك عندما ترينني بعلم حبيبة الجزائر، غطيني ودثريني. منى رفاع حزين جدا على استشهاد الشهيد، شهيد لأدى الأمانة وصانها. الأمانة ثقيلة جدا إخواني أخواتي، ولكن علينا أن نصونها الكل في مجاله. دائما مواصلة لهذا البرنامج الثري الذي أطره أساتذة وتلاميذ أيضا المدرسة الابتدائية بوشيغ قودر، الآن ملحمة تاريخية بعنوان الشهداء يعودون من أداء تلاميذ السنة الخامسة وتأطير الأستاذ براس. حييهم يا أطفال. Thank you.
I'm gonna make you mine.